السلام عليكم. لا أعلم صوتكم شوية. كل يقدر يعطيني فكرة شو يعني التربية الإعلامية هيك؟ شو تصوركم؟ الحقيقة الدورة جيدة وممتازة. فكرة الاهتمام بالتربية الإعلامية عند الطلاب في المراحل قبل الجامعية شيء أساسي ومهم في عصر المعلومات والزخم الموجود حاليا وتعاملهم مع كم المعلومات الضخم. لو في أساسيات أو معلومات بيعرفها هيكون تعامله أكثر ترشيدا وأكثر اهتماما. فكرة أن تتحول التربية الإعلامية إلى محتوى علمي يدرس للطلاب شيء مميز وجيد. كيفية نقل الطلاب هي تبسيط المعلومة، إعطاؤه معلومات أساسية عن الإعلام والتعاطي مع وسائل الإعلام واستخدامها والاستفادة منها والاستثمار هو الحل الوحيد للزخم الإعلامي الضخم، إنه يقدر ياخد المعلومة يتعاطى معها، إنه يتحول إلى فاعل وإيجابي في الإعلام ليس متلقيا فقط. دورة رائعة جدا وفوائدها كبيرة جدا لمعرفة الإعلام الواعي والإعلام الحر وكيف نقدر يعني نعبر عن رأينا بكل ديمقراطية بس بحدود أخلاقية. اللغات يا جماعة مهم جدا جدا جدا، التمكن من اللغات. تعتبر هذه الدورة دورة جيدة وممتازة وهي فريدة من نوعها في قطر، وحقيقة يعني فكر وتوجه جديد للإعلام، تعتبر نقلة نوعية بأن ينتقل الإعلام والتدريب الإعلامي إلى المدارس وطلاب المدارس. والتعليم أساساً كلمة التربية والإعلام، إن هناك لها دور أساسي في دعم عملية التعلم والتعليم في المدارس كافة، ونقل كل ما هو من إعلام يفيد الطالب والمتعلم والمدرس أصلاً في العملية التعليمية. أولى الدورات اللي انتسبنا إنها من المدارس المستقلة، والفضل يعود لمركز الدوحة لحرية الإعلام على هذه الدورة وتنظيمها، لأنه فعلا اللقاء الأول التعريفي بالإعلام بصفة عامة في المدارس المستقلة، كوننا في المدارس المستقلة نفتقد إلى هذه الدورات والاجتماعات مثلها. الهدف الأساسي للاشتراك بهذه الدورة هو كسب خبرات ومهارات جديدة وإكسابها أيضا للمجتمع اللي إحنا ندرس فيه. بس في كمان معلومات انت تحصل عليها قبل ما توصل عندك، ده هيخلق برضك جو للطالب ان هو يقدر ان هو يعبر عن نفسه وعن ارائه وعن فكرته وعن رؤيته للتعليم في المراحل الجايه راحت. فطبعا دي حاجات مهمه جدا. احنا مع التطور اللي احنا موجود دلوقتي على مستوى المجالات في العالم، فالتربيه الاعلاميه طبعا انا شايفها كانت جت متاخره قوي، كانت المفروض تبقى منهج وحصه، زي حصه الحاسوب، زي حصه التربيه الفنيه، حصه التربيه الموسيقيه، حصه التربيه الرياضيه، حصه لا تقل اهميه، بالعكس انا شايفها ان هي اهم من حاجات كتير جدا. لو لم يكن حتى كانت ممكن يتم دمجها مع حصه الحاسوب وتبقى الاثنين الاخصائي الاعلامي مع مدرس الحاسوب يتم تدريسهم وتوصيل المعلومه للطلاب من خلال هذا. فلو تم تعميمها من خلال المدارس القطريه او مجلس الاعلى للتعليم ده اكيد هيفيد طلابنا في المرحله الجايه. شو هي وسائل الإعلام؟ الآن أنا استفدت على الشكل الشخصي إن لازم يكون في تربية إعلامية في المدارس، وإن كنا نمارسها من قبل ولكن بشكل غير مقنن. إحنا كنا نمارسها بشكل يعني اجتهادي من المدارس الموجودة المستقلة، حتى معظم المدارس فيها المسمى تحت اسم منسق إعلامي أو مستشار إعلامي بيقوم بالأعمال اللي هي تحدثت عنها الدورة بالإعلام بشكله الشامل، من صحافة إلى إذاعة إلى تدوين أخبار ونشرات وبحث علمي، وكل هذه الأشياء بيقوم بها ولكن مش بشكل معياري أو مقنن. الطلاب جميعهم الآن يحملون تليفونات أو جوالات عليها تواصل اجتماعي، تويتر، عليها فيسبوك، يستطيع ان هو يدون، يصير صحفي، ينقل خبر هو موجود متواجد في مكان ما، حصل اي خبر لا قدر الله حادث او حريق او لا قدر الله شيء او شيء طيب، ينقله الى جروبه او الى مجتمع اخر، هو بيصير صحفي دون ان يدري او اعلامي دون ان يدري. لكن لما يكون في برنامج محدد في المدارس بيدرس له وبيقنن له، يستطيع ان هو يتعرف، يطور نفسه اكثر ويضيف لنفسه اكثر ويثقل موهبته في هذا الشأن او هذا الجانب، فبيستطيع ان هو يكون رجل اكاديميك في مجاله. الو، وين المكتبه؟ المدرسه. لا، وغير هيك اونلاين.
يا جماعة مش بس قصة ان انا رايحة على مكتبي وفي كتب حلو، انا بعشق الكتب، بس اونلاين كل شيء بدي اياه. المكتبة صارت مكتبة اونلاين. طلابنا اليوم منفتحون على العالم أكثر من المتعلم من المعلمين أنفسهم، عندهم قدرات أو على استخدام التقنية تكنولوجيا أو تقنية المعلومات بطريقة يعني رائعة، وهم سيشعرون بكثير من الفرح والمرح أثناء التعلم إذا استخدمنا هذه الطريقة. ينطلق برنامج التربية العالمية من فهمنا، لأنه من أجل الاستثمار في مستقبل أفضل باستخدام الإعلام كجزء من التطور والتنمية في أي مجتمع، يجب الاستثمار مع الأجيال الناشئة. مظبوط، الجيل الصغير إحنا ممكن ما ننافسه إطلاقاً في استخدام التكنولوجيا، بس إحنا كمرشدين كمشرفين كآباء كمعلمين عندنا القدرة على إنه نوجه الاستخدام الصحيح لهي التكنولوجيا ونوصل المفاهيم اللي بدنا اياها، اللي من ضمنها المفاهيم الإعلامية.